لطفي، أمامنا خبر عاجل من تونس عن حمادي الجبالي يعلن تكوين حكومة كفاءات. هل لديك معلومات وما هو المقصود، وهل نتوقع يعني تشكيل حكومة تونسية جديدة؟ نعم، هذا ما كنا ألمحنا إليه في النشرة السابقة، هو لمح بذلك والآن يعلن. يعني قلت في بداية حديثي أن هناك تصريح صحفي للرئيس الحكومة، هذه هي استجابة لمطالب القوى المعارضة قبل حادثة الاغتيال. يعني المعارضة كانت طالبة، أو فصائل رئيسية من المعارضة كانت طالبت بحكومة مصغرة، حكومة وحدة وطنية لا تقوم على المحاصصة الحزبية حتى لا تحسب القارات على هذا الحزب أو ذاك. الحادثة، حادثة الاغتيال، دفعت رئاسة الحكومة إلى القبول بهذا أو الاستجابة لهذا الطلب، وهذه ربما تزيل نوع من المحاسبات السياسية، خاصة أن كل المحاسبات تتوجه إلى الائتلاف الثلاثي الحاكم وبالخصوص إلى حركة النهضة. ربما هذا سيخفف نوع من الاحتقان أو نوع من المواجهة السياسية السائدة بين المعارضة من جهة والسلطة الائتلافية الثلاثية من جهة أخرى. طيب، هل تعتقد لطفي أن هذا جاء نتيجة لاجتماعات الرئاسات الثلاث واتفاق مع مثلا أطراف المعارضة؟ هو قبل أن نتحدث عن اتفاق مع المعارضة، هو بالفعل نتيجة للمحادثات المكثفة التي وقعت على المستوى الرسمي، سواء داخل الحكومة سواء بين الرؤساء الثلاث. تعلمون أن رئيس الدولة ألغى زيارته إلى وعاد سريعا من ستراسبور، يعني دليل على خطورة هذه الحادثة وعدم وأنها غير مسبوقة مثل ما قلنا. يعني هذه المشاورات أسفرت هذا الإعلان عن حكومة مصغرة، حكومة تكنوقراط، حتى تزيل الاحتقان السياسي السائد. نعم. طيب لطفي حجي في تونس، شكرا جزيلا لك.